انا خفت عليك منها. موجة ما ينفعش حد يغلط معاها. وانا ما فيش حد يعرف يركبني الغلط. طالما عملت حاجة مع حد يبقى يستاهل. لو حلوة يبقى عشان عجبني، ولو وحشة يبقى عشان حمار. انت عارف مشكلتي معاك ايه؟ اني عمري ما شفت حد زيك في حياتي. مش عارفة كتالوجك، مش عارفة اعمل ايه معاك. ما تعمليش حاجة، سيبي نفسك. بس اوعى تكون ناوي تزعلني تاني. شكلها كده بفيها زعلة تاني. اطلعي بره. شكلها كده بفيها زعلة تاني. اطلعي بره. جيتي في ميعادك مظبوط. كنت عارف اني جايه. ها، ما انت لو كنت اتاخرت شويه السوق كان هيخرب. ولا انت شايفه ايه؟ شايفه انك ولا مجنون ولا مستبيع ولا حتى الاتنين. انت حد عارف كويس قوي انت بتعمل ايه، لكن اللي ما تعرفهوش، اللي ما بيتاخدش برضايا، مش هتعرف تاخده غصب عني. لا، ما انا خدته خلاص لما جيتي لحد عندي برجليكي. فودة ان انت عايز تركب مكانه بيكبر السوق، ما بيخربهوش زي ما انت بتعمل. اللي يحضر العفريت مش قادر بس يصرفه، ده يحرقه كمان. ومحسوبك بقى قادر يولع في الدنيا دي قد اللي فاتت 10 مرات. سوق جديد، مش فودة بقى والسكرتة والحاجات اللي راحت عليها دي. واضمن ولائك ازاي؟ عيب عليك يا مدام. الكار بتاعنا ده لا فيه ولاء ولا فيه عبير. الكار بتاعنا ده اللي بيحكمه القرش. وطالما في قرش والدنيا حلوه هنفضل حلوين. بس خلي بالك، انا مش زي فوق. انا اللي بيزعلني بوجع. وانا شيء. بس أنا اللي بيزعلني بيزعل من زعلي. طب هو يعني يا أحمد ما ينفعش تكلم الدكتور ولا تستسمحه يرجعك؟ استسمحه؟ إيه شغل الخدامين ده؟ أنا دكتور صيدلي، تناسي ده ولا إيه؟ طب خلاص ما تزعلش نفسك، أنا كنت بس بحاول أتكلم معاك. تكلمي؟ كفايه كلام بقى لحد كده. واللي احنا فيه ده كله بسبب كلامي. بسبب كلامي؟ وانا قلت لك ايه يعني؟ مش قعدت تزني في الفلوس والشغل والزفت لحد ما اضطريت اخش في القرف ده كله عشان اعرف اكفيكي؟ وانا لو قلت لك تشتغل في الغلط؟ كنتش قدامي غير. يبقى ما تلبسهاش فيا، ولا انت ما بتحبش تشايل روحك لازم ترمي على غيرك؟ ما تكلمنيش بالاسلوب ده. وما انا اكلمك بانهي اسلوب يا دكتور؟ وانا حاطه كزمه في بقي وساكته ما بتكلمش، وانت مضايق عليا وكاتم على انفاسي. ولا بنت عادي مش مشكله فوتيله، لكن تشايلني حاجه انا ما عملتهاش لا عندك بقى. ولا انت كل الناس عندك ولاد كلب غلطانين وانت ما بتغلطش. عندك حق، انا استاهل. مصلحه ايه دي اللي تخليها تجيلك لحد اوضه نومي؟ ما كنت واقفه قدامك، ما سالتهاش انت ليه؟ وبعدين هو في ايه؟ هو اللي رحت لها ولا هي اللي جت؟ كنت عايزين اعمل ايه؟ ما هي دي المشكله. بص يا بوشي، اللي بيني وبين موجه شغله بس. هتحوري بقى وتدخليه في شغل غيره ونسوان انا ماليش فيه. حليني منه الكلام ده.
اصل انت متعرفهاش قدي. ما تشتغلش معايا يا سيد. صدقني ده عشان مصلحتك مش عشاني انا. يعني ايه؟ يعني ما اشتغلش معاها؟ ما ينفعش. السوق كله تحت ايديها، اروح منها فين؟ انا خايفه عليك يا سيد وخايفه تروح مني. بعد اللي حصل النهارده انا اللي خايف عليك منها. يعني ايه؟ يعني موجه خلاص حطيت في دماغك، مش ترضى ان انت تشاركيها فيا ابدا. انا شايف ان احنا هنفضل صحاب، صدقيني ده عشان مصلحتك. خلينا نبعد شويه. هي اللي قالت لك كده؟ ده انا كنت موتك وموتها. انت ما تعرفش انت بقيت ايه عندي. ما ينفعش تسيبني. طب خلينا نتقابل في اي مكان غير ده، بلاش هنا خالص. مش هينفع بوشي، مش تفرق كتير اي مكان تاني زي هنا. بس مش عايزك تخاف، أنا بعمل كده عشان اسمعي الكلام. أنا مش عبيد عنك، بس خليني نبعد شوية وأنا هطمن عليك من وقت للتاني. ودي حاجة بسيطة بقى للنانوسة الله يشرف إن شاء الله. يا نانوسة عين أمه حبيبتي يا ميسا، إلهي ربنا يكبر بخاطرك يا أختي ويسلم خطواتك يا رب. تعيشي يا أختي. يا أختي أنا كنت حاملة هم مشوار زي ده، كل ما أنوي المعلم يردني ويقول لي أبدا ما أنتش متحركة من مكاني. يا وليه خايف عليك وحافظك، خايف عليك كده لغاية ما سيد الناس يشرف، بعد كده أقسم بجلال الله مالك غير الصرمة القديمة. يا لهوي. يا حبيبتي يا ميسا تسلمي لي يا حبيبتي، متشكرة قوي. شايف يا معلم؟ شايف حلاوة نقاوتها؟ امال اهو انا جبت لك لغاية عندك اهو، اكتبي بقى اللي انت عايزاه في ورقة وهي تجيبه لك كله، وانت اطمني برضه حلاوتك موجودة على كل مشوار، هديك قرشين ساخ. يا لهوي ده انت صارف بقى. لا يا اخويا لم ايدك، انت جاي لك عيل. ان شاء الله ان شاء الله. يا وليا ايه؟ تقومي تعملي لصاحبتك كوبايه شاي ولا حاجه، ايه الوخل اللي انت فيه ده؟ حاضر يا اخوي حاضر. بالراحه يا اختي. يلا يا اختي. بقول لك ايه؟ كلمتيه؟ لا والنبي يا عم سلطان، فكنا انا من الليله دي، ده انا لسه بتكلم معاه، لقيته هب في وشي وفرج عليا اللي رايح واللي جاي. كلمه انت يا عم سلطان، ده حتى تربيه ايدك، ولو ما سمعش من الناس كلها هيسمع منك انت. ما انا كلمته ميسا، بس هو مسطر للطرش، واضح كده ان كلامي ما بقالوش حاجه عنده. وانا مش حامله غضبه تاني، انا ما صدقت لبست الدبله دي في ايدي. خلاص يا ميسا، انا عملت الواجب اللي عليا وفطمتك وانت حره بقى، بس بعد كده ما تجيش تنوحي في البرنامج بتاعي مره واحده. طب اطلبي حاجه خفيفه شويه يا ارحم. لو حتى يعني تحت التدريب حضرتك، انا مش عايزه فلوس، انا عايزه بس اتعلم وادخل الكارير. للأسف ما ينفعش، أنا معايا كتيبة موادين بروفيشنال بيجهزوا لي كل حاجة، وده مش مجال أجرب فيه حد ما معهوش سي في كبير. أنا آسفة يعني إن أنا فرضت نفسي على حضرتك بالطريقة دي. لا 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 ولا يهمك. بصي أنا عاجبني حماسك جدا يا رحاب وعايز